أشعر كمواطن أنه غائب عن ذهن الحكومة. وعندما الملك قال كما ذكر الدكتور عامر عن الدولة، خاطب الناس الشعب وخاطب الحكومة وخاطب الدولة بكل مؤسساتها. جلالة الملك أوصل رسالة للناس اليوم أنني أعلم التشخيص الحقيقي للوضع الراهن. أجواء مشحونة، أجواء متلبدة بالإشاعات، هناك عدم رضا من الناس على الحكومات، هناك غضب، هناك تشكيك، هذا التشخيص وهو الموجود في حالتنا الأردنية اليوم. هذه الأجواء فعلا هي موجودة. جلالة الملك يقول للناس أنا أدرك أن هذه الأجواء موجودة، ويخاطب الحكومة ومؤسسات الدولة بمعالجة كل هذه المثالب التي أدت إلى هذه السلبيات. نعم. التشكيك، الإشاعة، عدم الرضا، الغضب، غضب الناس، غياب المساءلة، غياب الشفافية. فالخطاب الملكي جاء تشخيصا للحالة الأردنية، وكان التوجيه أمام طبعا السلطات، كان السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وأيضا وجه للناس رسالة عدم الانتقاص من إنجازات الدولة. نعم. وأن ينصفوا الدولة، انتقد، تكلم، تحدث، لكن لا تقلل من أهمية وإنجازات الدولة التي بنيت على مدار سنوات سابقة. نعم. يجب أن لا نختال الدولة، عفوا فاسمح، نعم. يجب أن لا نختال الدولة تحت